مستمرين معكم أعزائي المستمعين بعد الحديث عن القانون الدولي مع دكتورة رولا سلامة أستاذة القانون الدولي في جامعة عمان العربية. ننتقل لضيفة عزيزة الأستاذة أسماء عواد المنسقة الإعلامية للجمعية العربية لحماية الطبيعة. مساء الخير. مساء الخيرات. مساء البركة. يعطيك العافية أستاذة أسماء. يعني إحنا تعرفنا عليك سريعا لكن نكمل التعرف، تفضلي. يعطيكم العافية ويسعد أوقاتكم جميعا، والدنيا بالبركة. يعني اليوم أمطار الخير نزلت علينا الحمد لله بإذن الله. نعم. إحنا الجمعية العربية لحماية الطبيعة منظمة أردنية ننتهج نهج المقاومة الخضراء. نعم. معنيين بزراعة الأشجار بشكل أساسي وبمنطق السيادة الغذائية في الوطن العربي وبالأردن وفلسطين على وجه الخصوص. نعم. بلشنا من 20 سنة مشوارنا، بلشنا بزراعة الأشجار المثمرة، وإن شاء الله بعد نهاية هذا العام نكون أنجزنا زراعة 3 مليون شجرة مثمرة ما شاء الله في الأردن وفلسطين. ما شاء الله في الأردن وفي فلسطين. نعم. لكن ما نراه يعني من جرائم ضد المزارعين والصيادين في غزة وفي فلسطين يعني يحتاجون الدعم كثيرا أيضا لما بعد الحرب. صحيح 100%. وقبل الحرب على فكرة. يعني وقبل الحرب. نعم. حدثينا عن برامجكم في فلسطين والأردن يعني لمساعدة المزارعين. بداية بحب أحكي أنه فكرة العربية لحماية الطبيعة انطلقت مع الانتفاضة الثانية، وإحنا كنا في حينها مجموعة من النشطاء والمهندسين الزراعيين اللي انتبهنا إنه الاحتلال مع استهدافه ل يعني بنك أهدافه كان بيشمل مش بس البشر، كان بيشمل الشجر أيضا. نعم. فسألنا أنفسنا هذا السؤال، لماذا يستهدف الاحتلال الشجر؟ شو بينه وبين الشجرة يعني؟ فاكتشفنا أو مش اكتشفنا يعني بالأحرى هو يعني وجدنا إنه الاحتلال أصلا يريد تجويعنا. نعم. هذا واحد، واثنين يطمس هويتنا، ثلاثة انه يجعل دائما في عنا حاجة اقتصادية، لانه احنا شعوب اصلا تقوم، احنا شعوب فلاحية تقوم يقوم اقتصادها على الزراعة. نعم. فاستهداف الشجر والشجر المثمر كان اساسه انه احنا نجعل هذول الناس في فاقة وعازة. وبالرصد طبعا اكتشفنا انه خلال سنوات قليلة ما تم توثيقه انه الاحتلال اقتلع 3 مليون شجرة في فلسطين. نعم. فبلشنا حملة، كانت حملة بين النشطاء وبين المهتمين البيئيين والزراعيين، انه مقابل كل شجرة يتم اقتلاعها سنزرع 10، يقلعون شجرة نزرع 10. وبلشنا في هذا في هاي الحملة، واكتشفنا لاحقا انه اي عمل من هذا النوع ما رح ينجح معك الا اذا انت كنت منظم. فانشأنا العربية لحماية الطبيعة بشكل منظم، هي منظمة اردنية في وطننا الام الاردن، وانطلقنا ايضا في برنامجنا الاخر اللي هو القافلة الخضراء الذي يستهدف صغار المزارعين في الاردن على وجه الخصوص. نعم. فاحنا عنا أربع برامج، اثنين منهم زراعيين زي ما حكيت لك، المليون شجرة في فلسطين والقافلة الخضراء في الأردن. هلأ بدي أرجع بس للمليون شجرة إذا تسمح لي. نعم. خالد، الفكرة مش بس أني أزرع بشكل اعتباطي في أي مكان زي ما الناس تفكر، يعني أكيد إحنا كلياتنا زرعنا شجرة على الأقل واحدة في حياتنا. هاي الشجر بده عناية وبده اهتمام وإله مواسم، موسم للزراعة وموسم للتقليم وللرعاية. فكنا بنختار المزارعين حسب شروط معينة. نعم. أهمها في الضفة الغربية على وجه الخصوص أن نحمي الأرض الفلسطينية من المصادرة، الأرض المحتلة عام 67، لأنه وفق اتفاقية أوسلو تم تقسيم المنطقة في الضفة الغربية إلى ثلاث أقسام. نعم. منطقة ألف، منطقة باء، ومنطقة جيم. اهتمامنا كان في منطقة جيم لسبب أساسي، لأنها هي الأراضي الزراعية الأوسع التي يوجد بها فلسطينيين ولكنها تحت الإدارة الصهيونية. الاحتلال بكل أسف عاد إحياء تشريع قديم من أيام العثمانيين، كانوا بيستخدموه سنة 1858 لهدف تنموي وزراعي في حينها،
انه مثلا انت استاذ خالد عندك قطعه ارض لاي سبب من الاسباب ومعظمها يعني متعلق بعيد عنك بالكفل، انت لا تزرع ارضك، تيجي الحكومه شو بتعمل؟ تاخذها وتعطيها لشخص اخر مشان يزرعها ويستثمر. مزارع، نعم بالضبط، هذا هدف تنموي. لكن الاحتلال بده يسرق ارضك، فشو بيعمل؟ استاذ خالد عنده هاي الارض، سواء انت زرعتها او ما زرعتها انا بروح بستهدفها وبمنعك انك تروح تزرع فيها لثلاث سنوات، فبكي عليها قانون البور. قانون البور بيصادر الاحتلال هاي الاراضي. تخيل معي استاذ خالد انه 1,000,000 دنم من ارض الضفه الغربيه تم مصادرتها بهذه الطريقه. بهذه الطريقه، فاحنا بنروح على هاي الاماكن في المنطقه، فيه عند المزارعين جنب المستعمرات، جنب نقاط التفتيش، جنب جدار القتل العنصري، بيكون المزارعين غير قادرين على زراعه اراضيهم. نعم. نزرع معهم هاي الاراضي بالاشجار المثمره، فهي مصدر دخل، سبب لترسيخ وجودهم وسبب لحمايه هاي حقوقهم. معروف انه يعني الكيان الغاصب يعني متطور زراعيا يعني ويعرف قيمه الزراعه، يعني حتى بصحراء النقب يعني عندهم انتاجات تصدر لاوروبا وامريكا. يعني انا كثير سعيده انك حكيت عن الموضوع هذا، اسمه الغسيل الاخضر، صحراء النقب، تخضير النقب. خلينا نحكي شوي عن الموضوع لانه حتى بمثلنا بالاردن. نعم استاذ خالد، في المصطلحات البيئيه ما يسمى تصحر وما يسمى صحراء. التصحر انه هاي الارض كانت ممكن تنتج وتحولت لصحراء نتيجه ظروف ممكن الانسان يتحكم فيها او ممكن عوامل الجو والاحترار العالمي. نعم. لكن في شيء اسمه صحراء، واحنا مناطقنا هي مناطق صحراويه اساسا، الجنوب سواء في بئر السبع او مثلا عندنا في وادي عربه جنوب الاردن، هاي مناطق اصلا صحراويه. الاحتلال سرق مياهنا من نهر الأردن منذ الخمسينات وحتى قبل ذلك، وحول مجرى مياه نهر الأردن إلى صحراء النقب لزراعة لتخضير هذه الأرض. أوكي، هما صحيح خضروا هاي الأرض، لكن هل تسمعون بالحرائق اللي بتكون دائما عند الاحتلال؟ لأنهم بزرعوا أشجار أصلا نشت بيئتها وأشجار حرجية فيها زيوت، فتصور انه مع ارتفاع درجه الحراره ومع هاي البيوت بتشد هاي الحرائق، فهي فعليا مياه مسروقه، لا اشجار لا ليست في بيئتها، وقضت على على الكثير من الكائنات الحيه. نعم. اللي بتعيش في الصحراء، فهم مش متطورين زراعيا، هم فعليا بيحاولوا إعادة تشكيل المنظر العام الفلسطيني بما يشبه أوروبا، مشانهم هم إجوا من أوروبا بدهم عندهم هاي المناظر، مشان هم ألفينها يعني بيألفوها، مشان دائما يشوفوها بشكل مستمر، لكن لم تنجح لأنه البيئة لم تساعدهم أصلا. نعم. نعم. طيب نتحدث يعني عن موضوع يعني مهم، الاكتفاء، السيادة، يعني الآن. نعم. إحنا بعد المقاطعة وإن شاء الله يعني تستمر يعني للمقاطعة البضائع الداعمة أقصد، وهذا. نعم. له علاقة بالغذاء وسيادة الغذاء. الإنسان العربي يعني انفتح على العالم كمطبخ عالمي، يعني تعرف زمان إحنا يعني إيش أكلنا كان بسيط جدا، فبالتالي لما العولمة وأصبحت الكرة الأرضية واحدة يعني مائدة كبيرة أمام بني آدم. الآن المقاطعة أو استغلال الموارد فعلا اللي هي من بيئتنا لا تضر، ايش بتنصحي انه الانسان يرجع الى مواده الاوليه ما اعتاد عليه اجداده؟ ما بدي احكي ارث او انه تاريخ الاجداد او الجدات شو كانوا طعمونا، لكن من بيئتنا احنا. استاذ خالد، ليش احنا بنزعل لما بدنا نحكي انه تاريخ اجدادنا وجداتنا ايش كانوا بياكلوا واحنا ممكن نعيد احياء هذا الموضوع؟ ليش الناس بتفكرنا رجعيين او متخلفين؟ لا لا، انا قدمت يعني الطرح، قدمت الطرح حتى طبيا، يعني الاكثار من الاصناف مؤذي للجسد. نعم. فلما كانوا اجدادنا اهلنا كانوا عايشين على صنف صنفين ثلاثه اربعه بالكثير، كانوا اكثر صحه اكثر تركيزا. صحيح. فبالتالي انا لما لا اسمحي لي حتى اتركك المجال يعني تتحدثي كما شئتي. فاحنا لما نتحدث عن الاجداد يعني كان البيئه معطيتهم القدر الكافي واللازم من الغذاء والسياده على الغذاء.
بعد ما انفتحت العالم أصبح المطبخ الكوري والياباني والصيني والهندي أمامنا، أصبح عندنا نوع من الفوضى في حياتنا. يعني خزانة المونة كانت، كيف ممكن نحن نستخدم أو نستثمر المقاطعة بحيث نعود لسيادتنا على غذائنا؟ نعم، اللي كنت بدي أحكي لك إياه إنه هذا سؤال إحنا لنا 20 سنة بنحاول نجاوبه، مش من اليوم. نعم. وعندنا برنامج خاص اسمه سيادة على الغذاء، إحنا بنحاول نأثر فيه في المنابر المحلية والإقليمية والدولية لتثبيت إنه السيادة على الغذاء هي يعني موضوع سياسي وسيادي. الغذاء موضوع سياسي وسيادي. نعم. الموضوع مش لأنه أنا بحب الفول والعدس أنا بدي أكل فول وعدس. وموضوع المقاطعة إجا في وقته، يعني هو يعني عامل مساعد. نعم. وخصوصا مع الأحداث اللي عم نسمعها هلا، لأنه أغلب الأكل مش من بيئتنا، يعني إذا نعم. إذا مش كلها مؤذية صحيا. إحنا أصلا من بيئاتنا إحنا كنا نأكل على الموسم، يعني موسم الكوسة بناكل كوسة، موسم البندورة بناكل بندورة. نعم. وهكذا تمام. ولم نكن في يوم من الأيام من الشعوب اللاحمة، بمعنى أنه إحنا بناكل لحم ودجاج كل يوم. هذا الحكي ما كان موجود عندنا، وأثر على صحتنا، وأثر أصلا على يعني على مستويات السمنة وأمراض كثيرة أمراض المزمنة اللي كانت حتى على عمر أكبر تصير هلا صارت على عمر أكبر. نعم. اللي عم نحكي فيه أنه إحنا لما يعني نأكل مما نزرع، أولا إحنا بنعزز اقتصادنا المحلي وندعم مزارعينا. وإحنا كنا دائما نحكي إنه فلندعم مزارعنا الأردني، خلينا نأكل منتجنا المحلي حتى لو شكله مش حلو بس طعمه حلو، حتى لو إنه مش مبكت بشكل لائق. ما إحنا إذا دعمنا المزارع بصير يبذل جهد أكبر، وبصير عنده مورد مالي إنه يصرف أكثر على جودة المنتج اللي بيقدمه. وهذا ما نسمعه مباشر أستاذ خالد من المزارعين، يعني الجولات اللي بنعملها وخصوصا في الأغوار يعني حالة مبكية، وكلما اتجهنا جنوبا في الأغوار كان الوضع مزري أكثر. المزارعين بيشتكوا إنه برضه يعني كيلو الخيار عندهم بثمن بيشتروه، وبوصلنا إحنا في المدينة بثمن آخر. هاي السلسلة الناس أصلا ما كانت وعيت لها، مش لأنها ما بتوعالها، لأنه يعني خلص الدنيا أخذتهم، والجيل الجديد هو جيل كان عايش بفقاعة الحمد لله أنه خرج منها مؤخرا، بلشنا نكون متصلين مع واقعنا وذاتنا وعوائلنا. فإحنا اللي بنحكي دائما المنتج المحلي هو رقم واحد، اتجه إلى المنتج المحلي. أنا بالنسبة إليك كصاحب منزل، يعني أنا بكون سعيد جدا لما يكون بيتي كله منتج محلي وبعيد كل البعد عن أي شيء دخيل. لكن الأجيال اللي تربت على الفاست فود وعلى النكهات والصوصات اللي ما إلها عدد ولا إلها حتى يعني وصف، يعني كيف ممكن تقنع الجيل الجديد إنه يترك شيء عولم، يعني حتى دعم بأفلام عالمية وبثقافات ونجوم كرة قدم وفنانين، ويأتي إلى خلينا نقول زر بندورة، مع أنه أنا أكلت المفضلة زر بندورة. هو كذلك. بس أنا بدي أحكي لك كمان إنه إحنا هذا دورنا كأباء وكأمهات وكمدارس، معلمين في المدارس وكما يعني منظمات مجتمع مدني زينا، إنه إحنا نتوجه للأطفال واليافعين والشباب كمان، ونكثف من جولاتنا ومن حديثنا بلغتهم، ونحكي لهم يعني مش بالفرض الموضوع، المشاركتهم أصلا في العملية بحد ذاتها هي مشاركة بناءة، وهي ممكن تعزز هذا الموضوع. نعم. يعني كم حدا بياخد ابنه من إيده على الأغوار وبيحكي له تعال نشوف مزارعنا وسلتنا الغذائية. أنا بشتغل مع الطلاب في حملة لو تعرف عنا بالعربية لحماية الطبيعة. نعم. وبشكل متواصل بنروح على المدارس، ومنها مدارس حكومية ومنها مدارس محضية خاصة، مدارس النخبة زي ما أنا بحكيها عدد. نعم. وبسأل هذا السؤال، مين منكم بيروح مع أهله يشتري خضار وفواكه؟ مين منكم بتجامط على الأكل؟ مين منكم لما يشوف طبخة بكملش طحنه؟ مين منكم زرع شجرة؟ مين منكم راح على الغور
أو بعرف كيف المزارع عايش. مين منكم بعرف أنه الملوخية أو السبانخ أفيد من الباستا والمعكرونة؟ ما هو كمان إذا كان لم تكن بشكل دائم على موائدهم، إحنا كمان ما يعني هو هي مشكلة متصلة في بعضها البعض. برضو الحياة السريعة بتفرض نوع سريع من الممارسات على الآباء والأمهات، ما بنتبهوا إلا إحنا مش عارفين نطعم أولادنا، لأنه مستسهل نجيب لهم وجبة من الخارج، مستسهل نحكي لهم خلص روحوا قلوا بيض، مستسهل نحكي لهم بلاش أطبخ الطبخة هاي فلان ما بحبها بالعيلة. هذا الحكي شوي بده جانب تربوي وجانب صارم، يعني أعتقد لأنه أنا مثلا نوع صارم، أنا من الآباء والأمهات الصارمين يعني في هذا الموضوع. لكن بالإقناع وبالمشاركة وبتحميل هذا الجيل دوره وإشراكه، أنا أعتقد إنه هم لحالهم حياخذوا المبادرة. ليش الناس حاليا، الأطفال حاليا صاروا يسألوا هذا من وين؟ ليش؟ يا سلام. لأنه في حالة من المد الوطني موجودة فرضت نفسها على الجميع. إذن نستغل هذه الموجة، أو نستغل يعني إنه حتى أبنائنا بقول لك أنا هذا المنتج يعني شرير يد يعني يدعم. ما بدهم. أنا بدي بديل وطني، أنا بدي مثلا، وفعلا يجب أن نعود يعني للبديل، أو مش البديل، الأساس. وأنت ذكرتي قضية الموسم، هل تعلم سيدتي أنه كل موسم ربنا بنزل حتى علاج بالفاكهة؟ إذا كنت مرشح الحمضيات، إذا كنت حران البطيخ، يعني من متى إحنا يعني ابتلينا بالأشياء المعلبة والمبكتة وإحنا عندنا فواكه وعندنا أكل؟ من يوم ما حكولنا أستاذ خالد اسمحلي، من يوم ما صار انفتاح اقتصادي، ومن يوم ما فرضت علينا المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد ومنها البنك الدولي ألا نزرع ما نأكل. يعني تخيل أستاذة، يعني صحن الفواكه كان بالبيت قبل المقاطعة، كان يقعد أسبوع ما حدا مديده على تفاحة بالبيت. هلا صار ما هو فيش بديل. فيش بديل. تأكلهم. مش فيش بديل، لأنه إشي سيء، لأنه إشي حسن ومقبل عليه أنت. يعني اسمح لي، أنا لما أحكي إنه الأردن كان مصدرين القمح في الستينات. نعم. والآن نحن نستورد تقريبا 98% من قمحنا. هاي حقيقة مرعبة. نعم. ونأكل أرغفة أكثر من حاجتنا الجسدية، هل تعلمي؟ وعندنا فقر الدم عند النساء وعند الأطفال أكثر، وعندنا سمنة عند في شعبنا خصوصا عند الأطفال واليافعين أكثر. نعم. نسأل حالنا ليش هذا عم بصير، ونسأل كمان أكثر إنه أنا لما أدعم هذا المنتج شو ما يكون وأنا بسأل، ويعني بروح بشتري من محل الخضار وبعرفني، فأنا بضل أحكي له هذا من وين؟ ليش بتسألي؟ أنا ليش بهمني بتسألي؟ أنا بهمني إني أشتري موز من موز الأردن، بهمني جدا، وبهمني إن الجزر يكون جزر أردن، وبهمني شو ما كان مش رح أموت إذا ما أكلت أفوكادو. صراحة أنا أحكي لك مش رح أموت، هاي اصلا يعني ما بعتبرهاش كاميرا اصلا موجوده عندنا مثلا، انا بحكي امثله بشكل عام. بس بيهمني لما اسمع انه هاي الجوافه من الطفيله، والله او التفاح من الشوبك، وتفاح من الشوبك، ليش اشتري التفاح الامريكي اللي زي البوتوكس؟ انا بحسه هيك أحمر مشمع، بكون مشمع بالضبط. ليه ما اسال عن منتجي انا فعليا واشتري وادعمه؟ وعلى فكرة يعني إذا بنسمع كلام المزارعين بيقول لك عندنا مشكلة بالتسويق، عندنا مشكلة حقيقية بتسويق منتجنا وبإيصال منتجنا بجودته العالية للأسواق المركزية ومنها للمستهلكين. أنا بحكي إنه يجب أن نستغل هاي الفترة والناس في أوج روحها المعنوية العالية والوطنية واتجاهها للمنتج الوطني، بإنه كل واحد فينا عنده تخصص، اللي تخصصهم تسويق أنا أدعوهم عبر إذاعتكم توجهوا للمزارعين، شوروا عليهم. أنت بتعرفي إيش اللي بزعل؟ يعني مرات بيجيكي واحد بجيب كيلو جبنة من إيطاليا من ختيارة بنص نابولي ولا بالجنوب الإيطالي، وبتوصل هون ب30 دينار، مع أنه عندنا ختيارة بتعملها أحسن منها. والله في عندنا، بس هي عشان إيطاليانو كانت. أحكي لك أستاذ خالد من قصص النجاح. نعم. اللي احنا بالعربية لحماية الطبيعة شاهدتها بأم عيني شهر 5 2021، وكنت في الغور الجنوبي وفي يوم قيض حار جدا،
والواحد أكل له ضربة شمس يوميتها. لكن هذا اليوم مميز عندي لأنه لما نزلت على الغور والتقيت في المزارعين اللي مش بفلتر بتشوفهم ولا بتيجي بتصور جنبهم سيلفي، بيعرفوش يحكوا كلمتين أمام الكاميرا للأمانة. نعم. لكنه بعد ما تروح الكاميرا يعني بيحكوا معك من القلب. نعم. في مزارعة حكت لي إنه هي كورونا حرب مش حرب، هي بتسكر البوابة على حالها وهي مكتفية ذاتيا. كل شيء عندها. رأيت بأم عيني أستاذ خالد شجرة قطن في الأغوار طالعة. قطن. قطن. طبعا مع الإصرار ومع الخبرة. يعني حديث شيق جدا وكلام ثمين جدا. أنا أتمنى أنه نستضيفك مرة أخرى حلقة كاملة إذا بتسمحي لنا. لكن انتهى وقت اللقاء يعني أستاذتنا، وهناك مجال لكلمة أخيرة تفضلي. بوجه كلامي لكل اللي عم يسمعونا، ادعموا المزارع الأردني، ادعموا المزارع في فلسطين. في غزة زرعنا 460 ألف شجرة. هاي الأشجار ساهمت إنه في ناس لليوم في غزة مع كل الحصار وكل التجويع وكل حرب الإبادة اللي عم بتصير. نعم. إنه ناس تأكل من مونتها. طيب هل لديكم موقع على السوشيال ميديا بجمعيتكم؟ نعم. حتى نعم. APN.org APN.org موجودين على كل السوشيال ميديا، نحب تتابعونا. يكتب يعني المستمع يكتب إيش؟ العربية لحماية الطبيعة. العربية لحماية الطبيعة. طيب نعم. شكرا لك سيدتي يعني أستاذ أسماء، تحياتي لك. شكرا. سعدنا جدا. يا هلا.